يا الله، عندي هم وغم وتعبان وماني مرتاح. عندنا شخصيتين، الشخصية الأولى يقول أنا أعبد الله وأتصدق وأصلي وأصوم بار في والديني لكن ماني مرتاح، إيش السبب؟ تعال نشرح لكم على السبورة، تشوفون المعاصي هذه دائرة المعاصي، مخدرات، بنات، زنا، أغاني، دخان، ظلم، سرقة إلى آخره. هذه دائرة عمل الخير، قرآن، صلاة، صدقة، بر والدين، صلة رحم، حب الخير إلى آخره. المخدرات تدخل هنا، إيش تسوي؟ تطلع حاجة، زنا يطلع حاجة، أغاني تطلع حاجة، دخان يطلع حاجة، لين تطلع الدائرة هذه كلها. أعمال الخير الآن زي ما انتم شايفين أعمال الخير كلها انهدمت. المعاصي ايش سوت؟ هدمت كل أعمال الخير، عشان كذا تحس بالهم والغم والتعب والطفش. الشخصية الثانية اللي هو خربانة خربانة خلينا نعميها، هذا أيضا لك خط رجعة. يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب إيش يقول الله تعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تفكيرك فقط بأن الله لا يغفر الذنب اللي أنت سويته أعظم من الذنب اللي أنت سويته. بالله اسم وعلموا غيركم، لكل واحد يسوي ذنب ويقول إن الله ما راح يغفر له. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله، قال يا رسول الله أحدنا يذنب الذنب؟ قال تكتب عليه. قال فيستغفر ويتوب. قال يغفر الله له ويتوب عليه. قال ثم يذنب. قال تكتب عليه. قال ثم يستغفر ويتوب. قال يغفر الله له ويتوب عليه ولن يمل الله حتى تمل. سمعنا الحديث. أسألكم بالله ما نغير عشان الله، من كان الله همه كفى ما أهمه. أسأل الله أن يوفقنا وياكم، جعلنا وياكم فتح الخير مغلق للشر، فما الله.